للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، بعد التحية، في إطار تواجد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه لعدد من المشروعات في محافظة الإسكندرية، أهمية الجامعات التكنولوجية وأهمية التوسع في مشروعات حياة كريمة. هو مساء في البدايه طبعا مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على الساده المشاهدين. طبعا احنا لو ابتدينا بمشروعات حياه كريمه والدور اللي بتنفذه مبادره حياه كريمه، هي المبادره الاعظم في تاريخ الدوله المصريه. ما فيش اي دوله في العالم قدرت ان هي تنفذ مشروع بهذه الضخامه في هذا التوقيت. كان احنا عندنا الريف المصري والقرى المصريه مهمله لسنوات طويله جدا. 60 مليون مواطن مصري كانوا مفتقدين لكل يعني كل انواع الحياه السهله، من مستشفيات، من مدارس، من مراكز حكوميه موجوده يقدروا يخلصوا فيها اوراقهم. فقدرت مبادره حياه كريمه انها تصل الى كل القرى المصريه، قدرت ان هي تنفذ مشروعاتها من مشروعات طرق، مشروعات صرف صحي، مشروعات مياه. ما شفنا النهارده قريه الابعاديه وما حدث فيها من تطوير وتحديث وانشاء المركز التكنولوجي المتواجد فيها، اللي هو بيجمع كل لو حد عايز يطلع بطاقه، حد عايز يطلع كل شهاده ميلاد وخلافه، كله يطلع من هناك بشكل مميكن والكتروني. شفنا طبعا المستشفى، شفنا المدارس الجديده اللي اتعملت، شفنا ايضا الوحده الصحيه وزياره الرئيس ليها والادويه المتوفره بها. كل ده كان متواجد النهارده، وده اللي نفذته وقدمته حياه كريمه في كل محافظات الجمهوريه، يعني مش في الابعاديه فقط ولكن في كل محافظات الجمهوريه وكل قرى الجمهوريه. الاهم من ذلك هو ايضا الاهتمام بالمواطن المصري كمان في الريف، مش الاهتمام بالبناء فقط، لا، الاهتمام بالمواطن. طبعا خلق فرص عمل كبيره للمواطنين المتواجدين في هذه المشروعات. على الجانب الاخر ايضا الاهتمام بيبقى في مبادرات زي مبادره ازرع، مبادره المبادرات كلها اللي بتتم داخل الريف المصري، وايضا الاهتمام بمهارات المواطنين بشكل كبير، والاهتمام بالمراه المصريه في الريف، والاهتمام ايضا بمهاراتها ومن خلال الصناعات الصغيره اللي بتنفذ وانشاء مشروعات ليها. اذا هذه المبادره مبادره متكامله، مبادره بتغير وجه الريف المصري بنسبه 100%، وايضا مش كده وبس، هي بتهتم بالمواطن المصري اللي يقدر ان هو يواجه المستقبل ويواجه التحديات المستقبليه. صحيح. انا شايف فعلا ان هي المبادره الاعظم في تاريخ الدوله المصريه، واحنا بنجني ثمارها والاجيال الكبيره هتجني ثمار هذه المبادره العظيمه. تمام. طيب طبعا إذن على الجانب الاخر انا اريد ان اتحدث عن محافظه الاسكندريه تحديدا، والحديث عن انجازات كبيره تم تحقيقها في محافظه الاسكندريه، وكما تحدث سياده الرئيس محور المحموديه يعد نموذج يعني في الانجاز، سواء كان في التوقيت او في جوده الانجاز. لما كان عليه هذا المحور من قبل وما هو عليه الان، مثل هذه الطفرات الخاصة بإنجاز الطرق وتأثيرها على النشاط الاقتصادي ككل، في ليس فقط في محافظة الإسكندرية لكنه في المحافظات ككل. هو طبعا وجود هذه الطرق ووجود هذه الطرق بهذه الجودة بيوفر كثير جدا من الوقت، مش بيوفر من الوقت، بيوفر ايضا من الاستثمارات. المستثمر اللي بيجي من الخارج او المستثمر اللي بيحاول ان هو يفتح مشروع، يجب ان يكون هناك بنيه تحتيه في الدوله اللي هو رايح فيها، انه ما يعوقش حركه السير، انه يبقى في سهوله ويسر في نقل البضائع ونقل المعدات. هو ده اللي الدوله المصريه قدرت تعمله في الوقت الحالي خلال السنوات الاخيره، وربط المحافظات كلها بعضها ببعض، انشاء شبكه طرق على اعلى مستوى ومطابقه للمواصفات العالميه. قدرت بها الدوله المصريه انها تعمل شبكه طرق عالميه بكل المقاييس، توفر من الوقت. يعني زي ما قال سيد رئيس الوزراء لما جلس مع بعض المستثمرين، قالوا كانوا بياخدوا الوقت من اسكندريه لبرج العرب في ساعه ونص بعد انشاء معبر المحموديه، وربطوهم بالموانئ ايضا.
هو والموانئ ومقترب من الموانئ ومن كل الاماكن. اذا شبكه الطرق في مصر قدرت ان هي توفر من الوقت اللي اصبحت الدوله المصريه تمتلك بنيه تحتيه قويه في مجال الطرق، سهلت لاي مستثمر ان هو عايز يبتدي استثماراته داخل الدوله المصريه. كل البنيه التحتيه موجوده في تنفيذ استثماراته او تنفيذ مشروعاته الكبرى. نعم. طيب استاذ يعني جميل، دعنا نتحدث اكثر عن ما تم افتتاحه في برج العرب والجامعه التكنولوجيه بالاسكندريه، وطبعا فعاليات المؤتمر الوطني للشباب ووجود سياده الرئيس وحرصه الدائم على التواجد وسط الشباب، وهو تحدث ايضا ليس في الاسكندريه لكنه في البحيره مع الشباب ورؤيتهم لكيفيه تطوير محافظاتهم ومبادره حياه كريمه والتي يعد هم شركاء أساسيين في تفعيل هذه المبادرة. هو سوء مهم جدا بيؤكد عليه دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان هو بيتحاور مع الشباب وبيتحاور مع المواطنين وجها لوجه، ما فيش اي حواجز بينه وبين المواطن. اي مواطن بيسعى ان هو يسال اي سؤال او يستفسر عن اي سؤال بيقوله لسياده الرئيس، لسياده الرئيس بيجاوبه بشكل سلس وبشكل يتفق المواطن المصري. خلي بال حضرتك ان الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما وابدا يتحدث للمواطن المصري البسيط من اجل ايصال المعلومه له كامله دون اي يعني كلام لا يفهمه المواطن. لا، هو بشكل بسيط جدا لان المواطن احنا في الوقت الحالي طبعا زي ما قال سياده الرئيس ان في ازمه عالميه بداية من كورونا والأزمة الروسية الإسرائيلية اللي أثرت بشكل كبير على العالم ككل وبالطبع أثرت على مصر. فالرئيس عبد الفتاح السيسي بيشرح للمواطن التأثيرات السلبية اللي حصلت جراء هذه الأزمة، أيضا الدور المصري اللي قامت به الدولة خلال الفترة الأخيرة لمواجهة هذه الأزمة، وإن إزاي الدولة قدرت إن هي من خلال يبقى في مخزون استراتيجي ليها من المواد الاستراتيجيه المهمه انها تواجه هذه التحديات. الرئيس بيشرح كل الابعاد وكل الازمات اللي في العالم وتاثيراتها على الدوله المصريه، وبيؤكد دائما ان هو لازم ان الدول تحافظ على الشعوب تحافظ على دولها، وده نتج عنه عمليات الازمات اللي في الدول العربيه اللي احنا شايفينها. وفي مصر في الوقت الحالي في 9 مليون بيت من الدول العربيه، وقدرت الدوله رغم الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي هي بتمر بيها لكن قدرت ان هي تستوعب هذه الجاليات الاجنبيه العربيه اللي موجوده في مصر، وان هم يستمتعون في المدارس وفي المستشفيات وفي الجامعات، يتلقي كل الدعم اللي بيتلقاه المواطن المصري، وده دور الدوله المصريه دائما وابدا. هو ده الرئيس دائما يشرح للمواطن ودائما اعتدنا يعني في مثل هذه اللقاءات ان يكون هذا هو الحوار الدائم بين سيادة الرئيس وجميع المشاركين في كافة الفعاليات. بشكرك استاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، كنت معنا عبر الهاتف.